في الفقرة الفنية مع ملاك أيوب. مساء الخير. من قتل يوسف بيدس هو عنوان مسرحية لبنانية تفاعلية لكستال خضر تنعرض مساء كل جمعة وسبت بمركز بيروت للفن حتى 16 تموز. وبين الخيبات العاطفية العمل بيبحث واقع الانهيار الاقتصادي بلبنان اليوم من خلال الظروف اللي أحاطت بإفلاس بنك إنترا عام 1966. في مرة عم تصرخ على رجال وعم تقله ليه عم تكذب علي، في مرة عم تطبش على الطاولة وتقول ردلي حياتي، زلمة تاني كبع حاله بنزين وقال له ما تركتي لي شي أنا وسقت فيك اللي عملتي معي هيك.